مرحبا بكم مستمعي إذاعة لودجي راديو ومشاهدي قناة لودجي تي في. فقرة نجوم ويك، فقرة اللي كرفتكم من خلالها أنا عايشة بوسكين بإطلالة أسبوعية بآخر أخبار نجوم الساحة الفنية الوطنية والدولية. وبداية مستمعينا مع نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي، والذي أكد مكتب المدعى العام الفرنسي في العاصمة باريس توجيه تهمة الاغتصاب إليه اليوم الجمعة الثالث من مارس 2023 بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية لايف بي. واستجوب المدعون العام الخميس الثاني من مارس حكيمي بعد اتهامات من فتاة تبلغ من العمر 24 عاما بتعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب بولوني 25 فبراير الماضي. وقال المدعون إن رقابته القضائية تمنعه من التواصل مع الفتاة، ومع ذلك فهو مخول بمغادرة الأراضي الفرنسية، فيما أوكل التحقيق الأولي الذي فتحه مكتب المدعي العام الاثنين 27 من فبراير إلى قاضي التحقيق. من جانبها لم ترد محامية حكيمي فاني كولان عن أي اتصالات من وسائل إعلام فرنسية، لكنها في المقابل أكدت الثلاثاء 28 من فبراير لصحيفة الباريزيان صاحبة السبق الصحفي لخبر الاغتصاب أن الاتهامات كاذبة وأن حكيمي هادئ وتحت تصرف العدالة. واستمع المحققون إلى الفتاة الأربعاء 1 مارس حسب ما أفادت به مصادر مطلعة للوكالة، بينما قالت محامية المدعية راتيل فلور: لقد أخذنا علما بقرار الاتهام، موكلتي تحافظ على كل أقوالها، لقد اختار التحدث إلى العدالة حصريا ولا ترغب في نشر القضية حفاظا على سلامتها. وكانت المدعية قد توجهت إلى مركز الشرطة في فال دو مارين الأحد 26 فبراير لتبليغ عن الحادثة، لكنها لم تتقدم بأي شكوى. وننتقل مستمعينا للزوجين الممثلين سعد سولي وفاطمة خير، واللذان يشاركان في بطولة الفيلم المغربي الجديد الروض الأزرق، والذي سيتم عرضه على القناة الأولى. وتقاسم حسن بن جلون مخرج الفيلم على حسابه عبر منصة انستغرام صورة الملتقى الترويجي الذي تظهر فيه الفنانة فاطمة خير والفنان سعد سولي مع طفل صغير. الفيلم من إخراج حسن بن جلون وسيناريو كل من حسن بن جلون وصبري قريشي وكذلك توفيق بن جلون، ويشارك فيه عدد من الفنانين إضافة إلى فاطمة خير وسعد سولي كل من مريم باكوش وأسماء بن زكور محمد كافي يوسف عربي ورانيا عربي، بالإضافة إلى خولة خرصاني وعبد الوهاب بن حدو. تصدر الإشارة إلى أن فاطمة خير قد تألقت مؤخرا في الجزء الثاني من مسلسل ولاد العم الذي يعرض على قناة MBC 5، والذي تشارك فيه إلى جانب نخبة من نجوم الشاشة المغربية مثل ربيع القاطي، مجدول الإدريسي، عبدالله ديدان وعزيز دداس. ونبقى مستمعين مع عزيز دداس، والذي بدوره يخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال شريط قصير يحمل عنوان الإمبراطور للمخرج نبيل الحمري. وأكد الحمري أن فيلم الإمبراطور الذي اختار تصوير مشاهده بإسبانيا يسلط الضوء على هجرة الشباب إلى أوروبا، حيث يحكي قصة مهاجر مغربي يأتي ليعيش بأوروبا ويشرع في البحث عن عمل ليجد صعوبة في ذلك، ويس يسلك باب المافيا ويلتحق بها. جدير بالذكر أن فيلم الإمبراطور أشرف على كتابة السيناريو الخاص به يوسف المشرك، ويجسد بطولته كل من عزيز الدس، يوسف مشرك وخالد حدا، إضافة إلى بعض الأسماء الفنية التي تخوض تجربة التمثيل لأول مرة. بهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية فقرة نجوميك. نضرب لكم موعد لا سيمين بروشين، هادشي كامل على تيليداتكم الرقمية لودجي غاديو وكذلك على قناتكم لودجي تي في.